ولمزيد من التفاصيل حول فعاليات مهرجان العالمين الجديدة ينضم إلينا من هناك مراسل التلفزيون المصري رامي محمد. رامي، بعد التحية، ضعنا في تفاصيل هذا المهرجان العالم عالمين وبرنامج اليوم تحديدا. تحياتي لكما ولكل متابعينا من ممشى مدينة العالمين الجديدة، وهذه المتابعة لفعاليات مهرجان العالم عالمين، المهرجان الذي انطلق في 13 من يوليو الجاري. إذا تحدثنا عن فعاليات متنوعة وتنوع السمة البارزة على أغلب هذه الفعاليات، ما بين رياضية رأينا تحدي الجيل الذهبي، ورأينا أيضا الاستعدادات الكبيرة على شواطئ مدينة العالمين لانطلاق عدد من المنافسات خلال الأيام المقبلة، المنافسات الرياضية، نتحدث عن الكرة الشاطئية، بطولة الجودو العربية، وأيضا لو تحدثنا عن تحديات ومنافسات البادل خلال الأيام المقبلة، أما أيضا عن مياه وأيضا شواطئ العالمين بها العديد من المنافسات المقبلة. لو تحدثنا عن سباق ترايثلون، السباق الثلاثي الأولمبي والذي سوف ينطلق ما بين شواطئ ومياه العالمين، أيضا استعدادات تجرى الآن ومن أمامي بمنطقة العالمين أرينا لانطلاق عدد من فعاليات وحفلات النجوم مع نهاية هذا الأسبوع، حفل الفنان أحمد سعد، حفل الفنان نانسي عجرم، حفل الفنان راغب علامة. هذه الحفلات التي سوف تقام في منطقة أرينا العالمين يجرى الآن الاستعدادات لها، سواء بالأضواء أو أيضا الأجهزة الصوتية وغير ذلك من المواقع الخاصة بدخول وخروج الجمهور. والآن وأنا أقف أمامكم من ممشى مدينة العالمين الجديدة، ومن خلفي هناك العديد من الجمهور، مع الساعات الأولى من الليل تكون الأجواء هنا معتدلة والطقس لطيف بشكل معتدل، ما أدى إلى خروج العديد من الجمهور سواء من المصريين ومن الأشقاء العرب إلى ممشى مدينة العالمين والعديد أيضا من المواقع هنا. إذا تحدثنا من خلفي الآن الشاشات ومنطقة المول بها أيضا العديد من المواطنين، هذه هي الأجواء والاستعدادات لانطلاق عدد من الفعاليات خلال الأيام المقبلة، وعودة إليكم. أشكرك شكرا جزيلا رامي محمد من العالمين الجديدة.